أهلا وسهلا أرقى المتتبعين والمرضى، كنتمنى تكونوا بصحة جيدة وكنتمنى الشفاء العاجل لأي إنسان مريض. المرض هو هدية من عند الله، المرض هدية من عند الله باش الإنسان كيعرف راسو أنه مهم عند الله وأنه عنده قيمة وأن الله بغى يسمع الصوت ديالك. داكوغ، هكا شوف الأمور. وهاد الهدية ملي كيعطينا شي واحد شي هدية كنشكروه، اوكي، ولا عطاها لينا احسن واحد اللي هو الله كنشكروه كنحمدوه، وهي فرصة باش نستغفروه. السلام لله. السلام عليكم. السلام لله. مرحبا. هذه فرصة باش نستغفر الله، لان احنا بزاف المرات كنساو راسنا علاش حنا تخلقنا اصلا. شحال من مرة كنثقوا في راسنا، اولا كتخدم على الثقه في النفس وكتخدم على ديفلوبمون بيرسونيل وكتنسى ان ملي كتثق في راسك، هي فعلا كاين واحد الاحساس ديال الثقه في النفس زوين، ولكن راه ماشي انت اللي كدير داكشي اللي غادي دير بيديك، داكشي اللي غادي دير انت بيديك ولا غادي تحققو ماشي انت اللي درتيه، الله اللي دارو. اللي وصل لهاد النقطه هادي ديال التفكير كنقول ليه طوبى لك. الوغ الحلقه ديال اليوم، وعليكم السلام لاله كوتر، الحلقه ديال اليوم هي لماذا استقبل المرضى بالموعد. يعني واحد الحاجه لاحظتها قلتها لكم في واحد المنشور كتابي، ودابا غادي نشرحها لكم بالهضره. مني وقفت لي لايف ديال الفكاهه، مني نقصت بزاف من لي لايف، يعني بحال اللي ما بقاوش يتو الناس، ولو كيجيو عندي العياده ولو كيكتبوا كاع دي كومونتير ولاو تيقولوا جينا ما لقيناكش، ولا ما كيعجبهمش الموعد، ولا يعني جاتهم غريبه كيفاش كنخدم. سي نورمال، لان الواقع حاجه والمواقع حاجه اخرى. عليكم السلام. سلام. هادشي فايت قلت لكم شحال هادي، ودابا غنشرحو لكم. ملي كتكون كتفرج في واحد الانسان وكيقطع عليك لي لايف، كيطرى لك واحد الحاجه سميتها لو سيندروم دو سوفراج. هاد لو سيندروم دو سوفراج هو الانسان ملي كيتفطم بحال تفطمتو، اوكي. دونك ملي كتجي عندي العياده، انت راك ما جايش حيت مريض باغي دوز، لا، انت راك جاي غير حيت ولفتي ندير لك لي لايف وما بقيتش كنديرهم لك. كاين الناس كيجيو من مدن بعيده اولا من مدن قريبه، وهما عندهم اطباء اللي تما متخصصين اكثر مني وقارين داكشي اللي هما محتاجينه اكثر مني وحسن مني. وعليكم السلام. دونك هذا مابقاش طب ولا تجاره، وانا هاد التجاره ما عندي ما ندير بها. داكشي علاش مني كتجيو من انترنت كتبعوا القانون ديال العياده كيفاش داير. القانون ديال العياده هادي 7 سنين وانا عندي عياده ما شاء الله، وهاد 7 سنين هادي كنخدم بالموعد. يعني الا بغيتي تشوفني ولا بغيتي استشاره كتعلمني انك انت غادي تجي عندي. داكوغ، ملي كتعلمني انك باغي تجي عندي، انا تنعرف غدا شكون اللي غادي يجي عندي. علاش خاصني نعرف شكون اللي غيجي عندي؟ حيت عندي استشارات عن بعد، حيت عندي استشارات منزليه، دي كونسلطاسيون ا دوميسيل. يعني كاينين الناس معاقين كنشوفهم، كاينين اطفال معاقين كنشوفهم بسبيل الله، هذوك ما كنتخلص من عندهم، وكاينين الناس كبار كيدوز كندوز لهم في دارهم. دونك ملي كنكون دايره الكلمه مع شي واحد ما يمكنليش نبدلها، حيت داك الانسان معاق ما يقدرش يتحرك، اولا داك الانسان مقعد ما يقدرش يتحرك. انت كتقدر تحرك، عارف راسك على الجاي او لا ما عارفش راسك على الجاي، مرحبا كتاخذ موعد وكتجي. الا عندك حاله مستعجله ما كتسناش الموعد، اللي حالته مستعجله كنشوفوه هو الاول، واصلا بوجدور اللي حالته مستعجله كيمشي لوبيتال. وحنا تبارك الله بزاف ديال الاطباء في مدينه بوجدور، كاينين تقريبا 6. الشارع اللي فيه انا فيه 1 2 3 4، وشارع الاخر فيه 2، هي 6 ديال الاطباء في مدينه بوجدور. يعني ما كاينش الخصاص ديال الطب العام، دونك يمكن لك دوز عند اي طبيب. كلنا قرينا نفس القرايه اللي قرا هذاك السيد قريتها انا، واللي قرا ديك السيده قريت انا.
حالة مستعجلة، غنشوفك واخا يكون السبت واخا يكون الحد واخا يكون عيد المولد النبوي. شحال من مرة كيكون عندي لايف مع العشرة ديال الليل حتى كيجي شي واحد، تنقول لكم راه ما غيكونش اللايف لانني غنشوف واحد الحالة. اوكي، ولكن الخدمة كل طبيب وكيفاش الطريقة اللي كيدير اللي صالحة ليه، وعلى حسب الخدمة ديالو وعلى حسب نوع ديال الاستشارات اللي كيدير. دابا غنشرح لكم شنو هو نوع الاستشارات اللي كندير انا في الطب. نشوف شنو مكتوب هنايا. تابعت فوجدت منطقك لا ينسجم مع مهنتك التي هي الطب والتجميل. سي الوالي مرحبا بك، وقيلا كاين شي غلط لانني ما تنديرش تجميل. تستحقين اكثر من الشكر دكتوره، بارك الله فيك. وعليكم السلام. القلوب الطيبه النقيه تعاني وسط المبعثره اكيد. عليكم السلام لالا نالو مرحبا. دابا غادي نوريكم شويه الخدمه ديالي كيفاش دايره، باش نعطيكم واحد الطاقه ايجابيه زوينه، باش نعطيكم واحد الامل بالنسبه للناس الدراري الصغار اللي كيتفرجوا فيا، المراهقين والنساء حتى الرجال الا كان كيهمهم هذا الشيء، لان الرجال ما تيبغوش الهضره ديال العيالات. الله يجازيك كل خير وجزاك ان شاء الله مرحبا. الاستشاره عندي انايا بالموعد حيت انا عارفه راسي شنو كندير. اوكي، كل طبيب تيعرف راسو مزيان وشنو تيدير. تبارك الله دكتوره محبوبه، الله يحفظك. تيقول لك المثل تبع صنعت بوك لا يغلبوك. اوكي، تبع صنعت بوك لا يغلبوك. حنا بوانا هو ولا والدينا هما الاساتذه ديال الطب. الاساتذه ديال الطب تيخدموا بالموعد، كتشوفهم بالموعد، كيعطيوك وقتك. تدويزه كتكون عندك نص ساعه، ساعه الا ربع ساعه، حتى ساعه ونص كاع، بحال الاساتذه ديال النيورولوجي ولا الميديسين انترن، يعني طب الدماغ والاعصاب او لا الطب الباطني. ملي تيدخل عندنا المريض، انا شخصيا في الطب العام 5 شهور، ملي تيدخل عندي المريض تيبقى يدوي حتى كيقول لي كاع داكشي اللي عنده، وما كنقطعوش وما كنزربوش وما تنخليه يقول لي كلشي، خصوصا في الاستشاره الاولى. يعني مني انا ما تيصلحش ليا يجيو عندي بزاف ديال المرضى للعياده، هادشي مضر بالصحه ديالي ومضر بالصحه ديال هذوك المرضى. ما تنبغيش الناس بزاف، ما تنبغيش الهضره بزاف، ما تنبغيش الصداع بزاف، ما تنبغيش قاعده انتظار عامر. تنبغي اللي مريض بصح يجي عندي، واللي ماشي مريض بلا ما يخرج ليا من الانترنت ويجي فقط لانني حيت لك لي لايف، او لا تجي باش تمشي عند الناس تقول لهم انا راه مشيت عند ديك الدكتوره الله يعمرها دار. ما انا ما محتاجاش شي واحد يقول لي الله يعمرها دار، راه كاينه ملائكه على اليمين وعلى اليسر هما اللي تيقولوا واش الله يعمرها دار ولا الله يخليها سلعه. داكور، ملي كيجي عندي مريض خاصني نكون موجده ليه انايا الطاقه ديالو باش غادي نعالجو. حيت حنا كنعالجو بالطاقه ديالنا، كنعالجو بالشخصيه ديالنا. خاصني كل نهار انا ندير واحد الحوايج يعطيوني الطاقه، وندير واحد الحوايج يعطيوني الامل، باش ملي يجي عندي المريض انا تنذوقو من ديك الطاقه وكنذوقو من داك الامل. لان المثل تيقول لك، المثل الطبي تيقول لك لو ميدسان لو ميديكامون لو بلوز يوتيليزي، الطبيب هو الدواء الاكثر استعمالا، انا هي الدواء. داكو، سالي دكتور، سالي، انا هي الدواء. الوغ ملي كيجي عندي مريض عنده موعد، بحال دابا الصباح شفت الرسائل وجاوبت على الرقم ديال الخدمه اللي ما كاينش في انترنت. اوكي، كاين في دوك اكسبريس فقط، دونك اللي بغى موعد كياخذو في دوك اكسبريس www.docexpress.ma، اولا في الرقم اللي كاين في الباب ديال العياده. اي رقم اخر تواصلتي معاه راه غادي تلاقى غير مع شي انسان اللي غينصب عليك، ردوا بالكم. وانا لست مسؤوله على هذا الشيء هذا. واخا تشوف الصفحه ديالي في انترنت، واخا تشوف الصوت ديالي، واخا تشوف اللايف ديالي، ما تسيق حتى شي واحد يدوي معاك في مواقع التواصل الاجتماعي. جو سويت كو تو فا بور لو ميو شي توا. وي الحمد لله، يلا شربت القهوه ديالي، دونك جو في تري بيان الحمد لله. الوغ، مني كتاخذ انت واحد الموعد معايا، انا تنجبد الدوسي ديالك تنقرا قبل، وتنقرا حتى على المرض ديالك تنقرا عليه قبل. اوكي، سمحوا لي على الصداع.
هذا واحد دير ابل فيديو في القهوه، وكلنا خاصنا نعرفوا محمد والحوت واش طيبوه ولا لا. داكو، اذا خاصنا نصبروا ما عليناش. لا حول ولا قوة إلا بالله، الناس ديال بوجدور كاملين غادي يعرفوا شكون هو. المهم السيدة نكمل لكم على الاستشارة اللي كتكون. الاستشارة اللي كان اللي كيتاكل خايد على الموعد. ان شاء الله هكذا دكتور، الله يزيد من فضله. امين، بارك الله فيك. الله يخلينا ديما ضاحكين يا ربي. لا حول ولا قوة الا بالله، انا ما نقدرش نحبس الضحك. كلي دوز عليا باقي واحد اخر غيدوز عليا. هذاك الشهر شنو طاري؟ والو سيدي، كنشرح للناس. المهم السيادي، منين كتطلب نتايا واحد الموعد وكتجي عندي، كتجي بحال شي ملك كتدخل، بحال شي ولا بحال شي اميره. بحال شي اميره كتجي عندي، ولا بحال شي ملك تجي عندي، عارفك راسك انك غادي تدوز، وعارف راسك انك مهم، وعارف راسك انك غادي تصنت لك على خاطري، وعارف راسك انك غادي تجيب ليا كاع دوك الوثائق ديالك. نعطيكم مثال، شكون هما الناس اللي كيدوزوا عندي؟ هما دوك الناس اللي تيكونوا خمس سنين وهما كيعانيو من واحد المشكل صحي وما لقاوش ليه السبب، او لا 10 سنين وهو كيمشي عند الاختصاصيين وباقي ما فهمش شنو عنده. هذا النوع ديال الناس انا تبقى فيه الحل، ماشي انا، جميع الاساتذه الطب وجميع الاطباء. مني كيمشي شي واحد وتيقول لك انا مشيت حتى لبرا باش عرفوا المرض ديالي، لا، راه اي طبيب في المغرب يقدر يعرف المرض ديالك، غير هي الطبيب العام راه هذه هي الخدمه ديالو. الطبيب العام الخدمه ديالو هي الاولى. استغفر الله العظيم. مثلا كتجي انت كتقولي لي دكتوره انا 10 سنين عندي واحد المرض وكناخذ لي الدواء وما عمرني ما تحسنت. هادو هما المواضيع، هادو هما هذه الخدمه ديالي انايا. يعني انت تتباني لي مشروع، ان بروجي. من المريض مثلا منين كيجي عندي الطب العام يبحث عن التفاصيل، برافو عليك. دوك مني كيجي عندي شي واحد كيقول لي دكتوره انا راني 10 سنين وانا كنداوي من الاكتئاب مثلا، و تيقول لي دكتوره انا راه ما عمرني في حياتي ما حسيت براسي عايش. اذا هنا كاين شي مشكل. يلا فقت. سي ايوب راني دايره الكيد. سبحان الله. لا اله الا الله. المهم كي نعاود لكم كل مره الا بغيتو. يا ربي السلامه. يا وعدي وصلات على اللي نجت. المهم دابا الا بغيتو قولوا لي، دابا الا بغيتو كل مره نعاود لكم على واحد النوع الامراض بلا ما نذكر الحاله على التفاصيل لا والو، لان هنا مدينه صغيره دونك ما خصناش ندوي معكم على مواضيع طبيه بتفاصيل وكلشي، ولكن نقدر ندوي لكم على مرض. وعليكم السلام. المهم السيدي، مثلا تيجي عندك بزاف الحالات ديال الاكتئاب، كتلقى الانسان
10 سنين وهو تيدوز على الاكتئاب، وما يمكنش 10 سنين وانت عندك اكتئاب. استاذ تحيات الله يحفظك. نعم دكتوره بصفه عامه، اي هذا الانسان اللي عنده الاكتئاب هادو هما حنايا انا عندي وجميع الاطباء العامين، هذا بحال شي تمرين ديال الرياضيات، بحال شي معادله. كيجيك شي واحد كيقول لك هذه المعادله حتى شي واحد ما قدر يخرجها. الطبيب العام هو هي المعادلات، الطبيب العام هو المعادلات. كيفاش انت يا لاله 10 سنين كتاخذي الدواء وما عمرك في حياتك ما داز عندك نهار زوين؟ ما يمكنش شي حاجه ماشي هي هذيك. كتقولي لي ما عمرني ما فرحت، كتقولي لي دكتوره انا عندي الحوايج في بيتي في البلاكار ديالي زوينين وما عمرني لبستهم. شنو هو الاكتئاب؟ الوغ الاكتئاب هو واحد الانسان مسكين ما تيبقاش يحس بالطعم ديال الحياه، كتكون الحزن ويقدر ما يبقاش يحس بالحزن كاع، ولكن طعم الحياه ما بقاش مسكين عنده، وتيكون بحال ثقيل، كل شيء عنده ثقيل، واحد الغالونتيسمون بسيشيك موتور مونتال، كل شيء عنده ثقيل، كل شيء بحال مبلوكي. هو اللي تيقولوا ليه الناس عندك السحر ولا عندك شي حاجه، حنا في الطب ما تنقولوش عندك السحر. مثلا غادي تجيب لي شي وحده مسحوره، هي عندها الاكتئاب او لا عندها شي مشكل في الافكار اللي عندها في الدماغ ديالها، وكتجي تقول لك انا مسحوره، كتبقى تدوز عند الرقاص، كتبقى تدوز عند المشعوذين، كيبقاو حتى كتقول جي عند السيده مثلا تقول لي دكتوره انا خسرت 40 مليون وما عمرني في حياتي ما حسيت بهذا الاحساس اللي حسيت ملي دخلت عندك للعياد. ما تمشوش بعيد، راه ماشي تندير الرقيه ولا الطاقه ولا شي حاجه، تندير المعقول، حيت المعقول كيعطي نتيجه. والناس بكري اش تيقولوا؟ تيقولوا ما يدوم غير المعقول، ديما عقلوا عليها. وانا شخصيا في حياتي الحاجه اللي تنديرها مقوده كتمشي، والحاجه اللي تنديرها ما مقوداش ولا مع الناس ما مقودينش ولا كنختار ارضيه ما مقوداش ما كتصدقش. اوكي، دونك المعقول تيقتل السحر. الا انت عندك فكره انك مسحوره، شي وحده مسحوره تطلع عندي دابا في اللايف ونوريها واحد الحاجه. كتقول لي دكتوره مشيت عند الرقات، دكتوره درت الماء المرقي، دكتوره درت كذا، دكتوره ذبحت، دكتوره ما عرفت شنو درت، وما عمرني في حياتي حسيت براسي بحال تحلوا لي عينيا ملي دخلت عندك العياده. حصه وحده، حصه ديال الطب العام، يعني استشاره طب سريريه ديال الطب العام. شكون اللي بغى نعطيه الكود؟ ماشي الكود، السر، ولا واحد من لي كود ولا واحد من الاسرار. كيفاش كتجي عندي وحده يديها مخبلين على انها مسحوره، شويه كتحل لها العينين، انا مسحوره مرحبا طلعي الا بغيتي، الا ماشي مشكل عندك انا مرحبا، اللي بغات تطلع طلع، اللي بغات تطلع تصيفط لي انفيتاسيون دابا طلع، ما تقول لا سميتها لا كنيتها لا خدمتها لا حتى شي حاجه. انا اريد سر مرحبا. شكون اللي بغى، شكون اللي كتحس براسها مسحوره طلع دابا طلع. الحالات كيجيو مثلا وحده 20 عام عندها، وعليكم السلام، 20 عام عندها السحر، 20 عام عندها الاكتئاب، 12 عام عندها اكتئاب. ملي كنجيو نقلبوها الجسد ديالها وكنطلبوا لها شي تحاليل او لا شي تلفازه عند شي طبيب ولا شي ديال الاشعه ولا كذا، شنو تلقاو؟ كنلقاو ان هذه المراه عندها مرض، وداك المرض شي وحده باغا تطلع يمكن. السلام دكتورة، خاصة لاباس؟ عليكم السلام لاله، بارك الله فيك. بغيت غير نقول لك راني كنسجل الحلقة. لاباس لاله مباركة، واش راك؟ ها؟ بغيت غير نقول لك راني كنسجل الله يحفظك ويطول عمرك. امين. بغيت نقول لك راني كنسجل الحلقة على يوتيوب باش ما تقوليش سميتك ولا كنيتك. ماشي مشكلة. اها. عاودي لي لاله اللي بغيتي. انا كنت كنتبعك مره ودابا بالصدفه لقيتك كتقولي كتهضري على هذا الموضوع ديال السحر وهذا، وبغيت زعما نعطيك
اي مرحبا كنشري بك. اكتئاب، كندير الرقية، كندير بزاف د الحوايج، ولكن الحلم مكتور عندي، لا حول ولا قوة الا كتحسي براسك بحال اللي ما كتحسنيش كيف ما تمنيتي وكيف ما بغيتي؟ بالله. كل شيء عندي مسدود، لبكة، الخنقة. كان تبعت مع واحد الراقي، عطاني العسل الحر، عطاني داكشي البخور، داكشي كان ديرو، كان المبارد، كنشرب دواء الاكتئاب، دوز عند الدكتور، كنت كندوز عند الدكتور بنيشو، لا 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 عند لا لا بنيشو ما دوز تقوليش عاوتاني السميات عند ديال الدكاتره. واخ صافي ماشي مشكل. تبعت عند هي دكتور اخر طبيب عام. المهم اختي كنشرب، عطاني المهم دابا نذكر الدواء اللي عطاني، كنشرب دواء الاكتئاب. شنو كي كتجيني عند البارح عيد ميلود، طلعت لي الحاله في واحد الهستيريا، تزير لي خاطري، بقيت كنبكي، ودرت القران عيني بقاو كيلعبوا بوحدهم، يعني ما فهمتش. يعني كندير القران، كنصلي، كنقرا سوره البقره يوميا، كنختم باذن الله داك الشيء اللي قدرت عليه، يعني داك الشيء اللي كنقدر عليه كثير، الاستغفار، ولكن الحياه مسدوده عندي. واخا شحال من عام وانت كتاخدي دواء الاكتئاب ولا كتتبعي الاكتئاب؟ دابا تقريبا اش غنقول، دواء الاكتئاب بديت من كورونا، 2020 يعني تقريبا 3 سنين ولا 4 سنين كاع. وانا كنشرب دواء واخا الاكتئاب، ومين مشيت عند الطبيب عام حكي لا دوس طالع على الاكتئاب في المشرب، ولكن دخلت لاصال، بس كانت ديني مع الدريات كيدينو الحاجة. عقب داك الدواء عاوتاني خفيت، خلاني في واحد الهستيريا، ولكن شويه بقى معايا. دابا اللي كنقولوا ما كاين سحر، راه الله ذكره في القران، ولكن شي حوايج كيوقعوا معايا راك كنتي بلاصتي تقدر تستطيع. بحالاش انت بحال دابا ملي كنكون بحال هذا النهار ناعسه، كنبغي نتسكر، كندير هذيك القيلوله كما كيقولوا، ياكي ايه كنحس براسي، كنتهز وكنتحرك كلي، ومي كنفيق بعض المرات ما كنعرفش انا راسي فين كاينه، كنحل عيني انا في داري، ولكن ما كنعرفش كتبقى شحال اش كترجع ليا الذاكره. فهمتك. بحال مودره، بحال تتفيقي ما عارفاش راسك فين، بحال شي واحد هزك وحطك في شي بلاصه. وقعت، وقعت لي مره في الليل، جوج مرات وقعت لي في الليل، وبعض المرات كتوقع لي في النهار، كنبقى حاله شحال عيني عم ما كنعرفش راسي فين محطوطه انا. والبارح عاوتاني درت الرقيه في ودنيا، عيني بقاو كيلعبوا يلعبوا 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 يلعبوا، شويه تا داروا تا تحيدوا، اليوم عاوتاني عاودتها ما لقيت والو، ما المرض ديالي انا ما فهمتوش سبحان الله. واخا انت شوفي انا غادي نسولك واحد الاسئله ولكن ما تجاوبينيش هنا، واخا داكوغ؟ واخا انا علاش ما نجاوبك تجاوبي؟ داكوغ. انا غادي نقول لك كيفاش. علاش قلت لك ما تجاوبينيش هنا؟ باش نحميك، لان واخا الانترنت ما محمياش. شوفي انا تندوز الناس صح استشاره عن بعد، الناس اللي برا، الناس اللي بالداخل كذا. انت غادي ندوز لك فابور ياك، غادي تكتبي 3 الله دبليو بوان، يحفظك ويطول عمرك. امين بارك الله فيك. غادي ديري 3 دبليو بوان دوك اكسبريس بوان ام ا، الا نسيتي عليها راه مكتوبه في الحساب ديالي في تيك توك، غتلقاي دير غير ابوني غادي. ولكن انت دايراها؟ انا اختي عندي، انا قارية الشهادة، ما غنعرفش نكتب هذا الشيء اللي قلتي لي. معاك شي واحد في الدار قاري؟ ما كاين حتى حد. واخا هانتي الحساب ديالي ملي كتدخلي ليه كتبان لك الفيديوهات وواحد الكتبه الفوق حدا سميتي كتبان لك. هاي هاي أيه؟ كتبتها نانو، هاي كتبتها نانو. شوفي خدي ورقة وستيلو كتبي هذا الشيء. يا كتعرفي تكتبي الفرنسية؟ هي كتبي هذه اللي كتبتيني ها تنبلات ونكتبها. واخا برافو عليك صافي. ها فين هي، فين كاينه؟ ولا اش غديري؟ شوفي انا غادي نصيفط لك، انت غنصيفط لك انايا، ندير لك ابوني وغادي نصيفط لك النمره ديال الخدمه ديالي، صافي ولكن ما تسيقي حتى شي واحد. صافي ناتي فين غندير لك ابوني؟
شي واحد ما يتيق حتى شي نمره يقول ليه راه الدكتور عطاتها لي، حيت كاينين شي ناس كينصبوا على الناس بسميتو. غادي نسولك دابا شي اسئله. صافي واخا، غادي نسولك واحد الاسئله ياك هنايا باش الناس تاهما يستافدوا وانت ما تجاوبيش عليهم، وانا غادي نخدم معاك بطريقه مستوره باش نحافظ عليك وباش نحميك، وغادي تشوفي راسك الحياه كلها غتبدل. غنوريك الطريق منين تدوزي داكور ان شاء الله. ان شاء الله. انت السؤال الاول ديري غير في بالك انت ولا في ورقه وستيلو ولا شيء، ولا في بالك. السؤال الاول كان باك واش حي، امك واش حيه. السؤال الثاني واش كبرتي مع والديك الحقيقيين ولا مع شي واحد من عائلتك. السؤال الثالث واش كنتي فاش كنتي صغيره واش كان عندك شي مشكل عائلي خطير جدا، واش كنتي تعرضتي لشي حاجه كتخلع. ملي كنقول شي حاجه كتخلع ما كنقول نعنيش اغتصاب ولا قتل ولا محاولات، لا حاجه كتخلع يقدر يكون غير استاذ كيخلع. كاين اساتذه حنا شفنا حالات ديال الاكتئاب ما قدروش يتعالجوا حتى اكتشفنا شنو ها حتى اكتشفنا شنو واقع لهم. داكور دونك هنايا كنشوف شويه بشويه الساس ديالنا حنا شكون هو. الساس ديالنا هو الوالدين ديالنا. هذاك الساس ديالنا ملي تيكون مهرس وكنعتذر من اي واحد غيسمع هذا الكلام، هذاك الساس ملي تيكون مهرس الا ما تصالحناش معاه وما قديناش راه غير الدواء كناخذوه فقط باش ما ننتحروش، لان الاكتئاب تيؤدي الاضرار ودوك الاضرار خايبه. دونك اللي كياخذ دواء الاكتئاب ما عندوش الحق يقطعو. سالي دكتور. سالي دكتور الهام، مرحبا بك. اللي كياخذ شي دواء علاش تنقولوا لي ما تقطعش الدواء الا ما قطعوا لك البسيكياتر ديالك؟ لان الدواء عنده ثلاثه ديال الحوايج، اولا الطبيب عنده ثلاثه ديال الادوار. الدور الاول هو تنقولوا سوفي تريتي بريفينير. سوفي يعني كنسوفيك تنعتقك الانقاذ، دونك انت دابا راكي معتوقه بالدواء. وكاين العلاج وكاين الوقايه. الوقايه هي حياتك من هنا لقدام كيفاش غادي تولي. صافي انت دابا هذا الشيء اللي غنقول لك دابا مرحبا بك، فكري فيه مزيان. انا غادي نرسل لك الرقم ديالي ديال العياده، راه كيبدا ب 0625 وكيسالي ب 09 هذا ديال المستعجلات. و داكور وعندك الضيصه ديالك جزاك ان شاء الله. واش عندك انت بوت ميل زعما جيمايل ولا شي حاجه بحال هكا؟ لا بحال دابا نتراس معك الواتساب. واخ انا غنعطيك واحد النصيحه، ما تدوي مع حتى شي واحد في الانترنت كيف ما كان نوعه. مره راجل يبكي عليك يشكي عليك، انت دابا من نوع ديال الناس في المغرب اللي انا درت عليهم بحث، ما عندكش الحق تواصلي في الانترنت مع شي واحد غيندمك. صافي توعديني. وعدك. صافي للخاص ما تثقي في حتى شي وحده تبكي عليك، حتى شي واحد ما تثقي فيه، وان شاء الله غادي تشوفي كيفاش غادي نوليو مزيانين ان شاء الله. الله ييسر امورك لاله وان شاء الله يجزيك بخير. ربي غييسر، ربي ان شاء الله غيبيسر. المهم ترسلي لي باذن الله. انا واخا بعض المرات كنت كندخل عندك وكتجيني هضرتك منطقيه وسبحان الله كتبقى حاجه سبحان الله سبحان الله. هادشي غنقول لك. المهم دابا تصيفطي الواتساب ديالك. صافي مرحبا 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 لاله، الله يطول عمرك. سلام عليك. امين الله يجازيك بخير ويجازيك بخير. جزاك ان شاء الله. مرحبا 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 وسهلا. تري بون كونتينيوسيون. ميرسي دكتور الهام، تحياتي لك دكتور الله يحفظك. اعطينا السر دكتور، هي الاولى لالا نجات. الو شوفوا انا وجميع الاطباء في المغرب والاساتذه ديال الطب في المغرب تيبقى فينا الحال من تشوف شي واحد مثلا تيقول انا مشيت لبرا باش ندوز لان في المغرب ما عرفوش ليا المرض ديالي. لا لا هادشي ما كاينش. باش الانسان يعرف ليك الدواء ديالك والمرض ديالك خاصك الطبيب العام. حنا خدمتنا بالمقلوب. بونسوار بونسوار بونجور لالا بديعه. حنا الخدمه ديال الطب العام بالمقلوب، ما تخدموش بحال الاختصاصيين. الاختصاصي كتمشي كتقول له عندي عيني ضراتني، تيقلب لك عينك تيفليها ليك يدير لك عمليه يدير لك كلشي. انا ما يمكنليش نحط لك تاي ديما نحطاش لك زعما ولا شي بر على عينك والو، لا علاقه ماشي خدمتي. ولكن الطبيب الطبيب ديال العينين ما غاديش يدخل معاك في حياتك، حيت حنا الطبيب العام راه كندخلوا الانسان في الضلوع ديالو، كندخلوا ليه الضلوع ديالو تندخلوا ليه. بحال اللي قلتي شي واحد داخل تيقلب على الممنوعات في شي بلاصه. اوكي دونك الا بغينا حنايا
الخدمه ديالنا تزيد القدام والطب ديالنا يزيد القدام، خاص الطبيب العام هو اللي كنمشيو عنده. ملي كيجي عندي انسان تيقول لي دكتوره انا 20 عام، شكرا بزاف، الله يحفظك، مرحبا، انا 20 عام كندوز الاكتئاب. السيد راه عنده غير 4 سنين داكا، ولكن حنا مثلا ملي تخدم مع واحد 15 عام عنده اكتئاب، او لا 15 عام عنده مشكل ديال القذف، ماشي القذف، عنده ضعف جنسي 15 عام، هو تعقد ولا كيشرب شراب ولا كيجي كيكمل الكارو ولا تيتحشش ولا تيدير قاقوبي ولا تيدير، علاش؟ لانه مسكين باغي ينسى هذيك العقده اللي عنده ديال انه ما بقاش مثلا راجل على حسب ما تيقول هو. تخيلوا ان شحال من واحد مثلا دوز ليه ما عنده كاع هذا المشكل، ما عندوش الجرام ديال المشكل في الذكوره ديالو، والو، عنده مشكل بسيط هذاك المشكل خاص يعالجه، او لا عنده مشكل في لا كومونيكاسيون كوربوريل ولا الحوار الجسدي. تخيل شي واحد مسكين ما عنده حتى شي مشكله في الحياه الجنسيه ديالو ولا في القدرات الجنسيه، و15 عام هو كيصحاب لي راسو ماشي راه. دابا انت غتقول هذه معجزه، اولا غيشدك شي واحد مشعوذ غادي يلعب لك بالدماغ ديالك كتقول واو راه عنده بركه. اذا هنا اش خاصنا نديرو؟ خاصنا نديرو التشخيص. ما تكتبوش اسماء الادويه، اللي كتب سميه الادويه اسمحوا لينا غادي نحيدو لكم لي كومونتير. دابا التشخيص هو المعقول، هو الاول، ولا ما درناش التشخيص كامل ما غاديش نقدروا نعالجوك. والتشخيص فيه جوج الناس كيخدموا فيه، فيه الطبيب العام وفيه الطبيب الاختصاصي. مثلا طبيب ديال القلب، كاينين واحد النوع ديال الناس رجليهم تيبردوا عليهم، ياك ملي كيبردوا عليك رجليك انا اول حاجه كنفكر فيها تنقول جوج الحوايج، العروق ولا الاعصاب، ياك كنبدا بالعروق. العروق علاش العروق كيدير فاش كيكون فيه مشكل تيديرنا البروديه، لان البروديه يعني ما كايناش السخونيه، والسخونيه منين تجي؟ تجي من الدم، دونك البلاصه اللي فيها البرد اذا الدم ما وصلش ليها، اذا انا عوض ما غادي نخليك انت حتى يجي ويقول لك راه واحد العرق مبوشي وتقطع لك رجليك، وتجي انت وتقول لا خاصني طبيب ديال العظام باش يقطع لي رجلي ولا كذا، اجدانا حنا نوصلوا لطبيب العظام بيقطع لك رجليك، نشوفك نشوف لك صباع رجليك، نشوف رجليك، نشوف دقات القلب. ديك الساعه غادي نصيفطك عند اختصاصي ديال القلب والشرايين، دير لي واحد التلفازه ديال العروق. ملي غادي دير لي التلفازه ديال العروق، وعليكم السلام سياسي، ملي دير لي التلفازه ديال العروق وانت عندك غير بروديه في الرجل، احنا غنكتشفوا حوايج اخرين. دونك الطبيب ديال القلب باش تمشي عنده انت في ديك في الوقت المناسب خاصك طبيب عام. سمحي لي داك النهار انا نسيت، انا كاع ما كنعقل على داكشي، كاين مشكل. دابا هذاك العرق اللي انت غادي تبقى الدور عند الراقي وعند كذا وعند الاختصاصي ديال العظام وعند اختصاصي كذا وتضيع في الفلوس وموضر، انت خاص الطبيب عام يشوفك، نحط يدي على رجليك نعرف شنو عندك، نصيفطك عند اختصاصي ديال القلب او لا الغاديولوج طبيب الاشعه، لانه هو تيدير هاد التلفازه هادي، كنشوفوا عرق مبوشي، كيعطيك الطبيب الدواء اللي خاصك، الرياضه اللي خاصك، الماكله اللي خاصك، نشوفوا اخصائي التغذيه تيقاد لك داكشي. اذا انا غادي نعتقك من انك، ماشي انا الله بيان سور، المهم انا غنساهم باش نعتقك من انك تقطع رجليك 10 سنين قبل ما تقطع رجليك. هذا هو الطب العام خمس نجوم. انا ما عنديش الربح نقطع لك رجليك، ما عنديش الربح نمشي نقرا الاختصاص ديال قطع الرجل باش نقطع لك رجليك انت، ولكن هذاك الاختصاص اللي كيقطع الرجلين مثلا او لا تيدير لومبوتاسيون، راه هو ماشي تيقطع حيت هو شرير، لا، كيقطع لك رجل باش انت تبقى عايش. يعني الامر صعيب شويه، الله يحفظك اختي، مرحبا. حنا ما كنخدموش في الطب خمس نجوم، ما تنخدموش دابا، كنخدموا من هنا ل 10 سنين، مرحبا لاله الهام، وعليكم السلام. حنا ما كنخدموا، انا كندوي على راسي واي طبيب، كنخدموا من هنا ل 10 سنين، من هنا ل 20 عام. ما نتسناش انايا هذا الرجل هادي حتى نتايا تزراق ولا تكحل ونقول لك اكا سير اكا ورقه سير قطعها، لا، تجي عندي تقول لي دكتوره رجلي كيبردوا، واخا علاش بردوا لك رجليك؟ الدم ما تيدورش، علاش ما تيدورش الدم؟ واش كتكمي؟ الا ما كنكميش، واش كتجلس في القهوه؟ اذا كتكمي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تقدر تقطع رجليك فقط لانك كتجلس في قهوه في الكارو. شتو دابا علاش الدول المتقدمه ولا حتى في المغرب كاينين قهاوي ما تيديروش الكارو؟ حيت الكارو كيطيب لك العروق. عقلو، شوف الكارو الشراب مخدرات كامله. الكارو الشراب كيشويو ليك العروق ديالك، كيشويو بحال حطيتهم فوق المجمر.
مرحبا بك سي، بارك الله فيك. لا داكور، يعني اللي بغى يشوي العروق ديالو يشرب ولا يجلس في قهوه في الكار. مني كتكون انت مثلا كتشرب، الا بغيتو ندوي لكم شي نهار على الشراب ندوي لكم عليه. مني كتشرب خاصك تشرب الشراب ديال الدواقه، ما تشربش الشراب ديال الغلاقه، وما تشربش الماحيه، وما تشربش اي شراب، وما تشربوش قديم. وحتى الا كان قديم مثلا بالسنوات راه عنده واحد البوزيسيون كيحطوا بها القراعي. انا كان كمي والدم كيدور. الله يعفو عليك اخويا، الشراب نقي. ها هي الشراب اللي كيكون مصنوع في الفلوزين، ماشي بحال ماشي بحال الماحيه اللي كتجيبها في دوك الميكات، حيت كاين اللي كيشتغل ميكا بحال ديك اللي كيديروا فيها الشعريه ولا شي حاجه، وكيدير فيها الماحيه وكيجيبها من عند القراب. كاين الماحيه خاصكم تعرفوا ان بكري ماحيه تعرفوا لا Thank you.